خلافا لآمالنا وتمنياتنا، فإن الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور، وعلينا جميعا أن نكون على وعي كامل بمخاطر التصعيد بما يمثله من دعوة صريحة بتدخلات وصراعات إقليمية ودولية لها نتائج بالغة الضرر والدمار على أمن دول الخليج وشعوبها. ولذلك يجب أن يعلم الجميع بأن وساطة الكويت الواعية لاحتمالات توسع هذه الأزمة ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف ثالث بين طرفين مختلفين. نحن لسنا طرفا ثالثا، بل نحن طرف واحد مع شقيقين الطرفين. هدفنا الأوحد إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي الذي هو بيتنا، ونتحرك لحمايته من التصدع والانهيار. إن التاريخ وأجيال الخليج القادمة، بل أجيال العرب جميعا، لن تنسى ولن تقهر لمن يسهم ولو بكلمة واحدة في تصعيد وتأجيج هذا الخلاف ويكون سببا لهذا الصراع.